مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في برنامجكم برنامج طبيبك معنا. أعزائي المشاهدين، ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور ياسر عبد الله اليهري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا بك دكتور، ضيفا عزيزا على برنامج طبيبك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا دكتور. يعني طبعا حلقة ستكون شيقة بلا شك، يعني ينتظرها المشاهد الكريم، وأنا سعيد جدا أن نجري هذا اللقاء معك. مرحبا فيكم. بداية دكتور، محاور هذه الحلقة سوف يطرحها المواطن، ولذلك سوف نذهب أعزائي المشاهدين الكرام إلى فاصل سيطرح فيه عدد من المواطنين عدد من الأسئلة للطبيب المختص، وبالتالي سيكون لنا عودة لاستكمال هذه المحاور مع الطبيب الاستشاري الدكتور ياسر اليهري. ما هي الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي؟ كيف يمكن تحسين عمل الجهاز الهضمي؟ هل يمكن تعافي غشاء الجهاز المعدة بعد غرها يعني؟ مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أهلا دكتور ياسر. الحقيقة يعني المواطنين متحمسين، يعني وهناك طبعا من ضمن الأسئلة كما شاهدت وسمعت المواطن يسأل عن أبرز الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. هذا الجهاز يعني مهم جدا يعني بالنسبة لجسم الإنسان، يعني لأنه أعتقد ربما فيه موضع ذكر في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المعدة بيت الداء، وبالتالي يعني أعتقد أن الجهاز الهضمي من أول بداية إدخال اللقمة إلى إخراجها يشكل أهمية كبيرة، وله ارتباطات بالعديد من الأمراض الأخرى التي تصيب جسم الإنسان. نعم. حدثنا عن أبرز الأمراض يعني في سؤال المواطن الذي سأل عنها. طبعا بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي هي أمراض واسعة ومتعددة، والجهاز الهضمي ليس مجرد المعدة أو الغولون وبس. نعم. ولكن هناك أمراض الكبد وأمراض البنكرياس، أمراض القناة الصفراوية، كل هذا تعتبر جزء رئيسي ومهم بأمراض الجهاز الهضمي. لكن أهم الأمراض اللي تصيب الجهاز الهضمي هي واللي هي شائعة وموجودة ودائما الأمراض مترددين على العيادات، اللي هي مثل أمراض المعدة، التهابات المعدة أو قرحة المعدة والمري والاثنى عشر، ارتجاع المعدة كذلك، اضطرابات الغلول العصبي وهي بشكل واسع وبشكل كبير، الاضطرابات الهضمية، أيضا التهاب القولون والالتهابات المزمنة اللي هي ناتجة عن أسباب مناعية، وقد تكون ناتجة عن أسباب عدوى بكتيرية أو عدوى طفيلية. فبالنسبة للأهم الأمراض أو الأهم الأمراض شيوعا، هي نعتبرها اللي هي أمراض التهاب المعدة أو قرحة المعدة والاثنى عشر، وهي اللي نشوفها بشكل متكرر ودائم ومترددة على العيادات. بالنسبة للأسباب، هي كذلك أسباب تقدر تقول ملحوظة وتكون معروفة وقد تكون غير معروفة، لكن الأهم الأسباب اللي هي معروفة لأسباب قرحة المعدة أو المري أو قرحة الاثنى عشر، طبعا بيكون عند صغار السن اللي هي عبارة عن التهاب بسبب وجود جرثومة المعدة أو بسبب طبيعة الأكل أو طبيعة ظروف الحياة اللي بيمر بها الشخص أو طبيعة المداخلات للأكل وما شابه أو القلق أو التوترات اللي عند الشخص خاصة في صغار السن. لكن كبار السن عادة نحن نشوف القرحة هذه ونشوف الالتهابات بسبب كثر استخدام العلاجات. المريض اللي يستخدم علاجات مهدئات للآلام أو مهدئات آلام المفاصل أو الأسبرين وما شابه من هذه العلاجات، فهي بتكون سبب رئيسي في وجود قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر بالذات في كبير السن. طبعا نحن من خلال هذه الأمور بنحاول نتحري عن وجود السبب، طبعا من خلال أخذ الغصة المرضية الكاملة للمريض، وبالتالي معرفة الأسباب يعطينا فرصة أن احنا نعرف كيف يتم عملية العلاج للمريض. يعني يختلف من شخص إلى آخر بالنسبة لهذه الأسباب. طيب دكتور، في نقطة مهمة، يعني بالنسبة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، هل بالنسبة للعلاجات اللي يتم إعطائها لتلك الأمراض، يعني
هل هناك امراض يعني تشكل استعصار في مساله التعافي والتشافي بشكل سريع، يعني تحتاج الى الوقت؟ طبعا حسب معرفه السبب، يعني حسب السبب المسبب للمشكله. فاذا كانت بعض القرحه او بعض الاسباب اللي هي الاسباب الالتهابيه ناتجه عن اضطرابات هرمونيه او زياده افرازات حمضيه اللي ناتجه عن فعل هرموني او زياده افرازات هرمونيه وما شابه، هذه بتكون مستعصيه نسبيه. لكن الامراض اللي هي ناتجه عن مثلا او القرحه اللي هي ناتجه عن استخدام علاج معين وسبب قرحه، او وجود جرثومه المعده عند المريض واستوى عنده قرحه، هذه علاجها بسيط وممكن يخضع المريض لفتره اسبوع الى اسبوعين ويبدا يحس بالتشافي والامور تمشي بشكل طيب. طيب، لكن الاسباب وقد تكون في قرحه لا سمح الله يعني لها اسباب يعني ناتج عن وجود خلايا خبيثه في هذه المشكله. هنا طريقه العلاج وطريقه التشخيص لازم تختلف نسبيا. فطريقه العلاج لا هي سهله، وفي الغالب في مشاكل قرحه المعده الـ 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 بالذات اذا وصل المريض في مراحل مبكره بتكون علاجه بيكون علاجه اسهل، وطريقه التئام الجروح والشغلات هذه بتكون اسرع من مريض اللي يكون مزمن او يكون له فتره طويله. نعم. دكتور، تحدثت انت يعني قبل قليل عن ما يتعلق باصابه الجهاز الهضمي بعدد من الامراض ربما المتعلقه بقرحه المعده والاثنى عشر والمريء، ونتيجه انه تكون اصابه بتناول العديد من الادويه ربما. نعم. او جرثومة معينة. نعم. طيب ماذا عن الغذاء نفسه؟ هل ممكن أن الغذاء يسبب يعني بعض الأمراض على الجهاز الهضمي؟ طبعا هو لازم أعرف طبيعة تركيبة الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوب عضلي يتصل مع بعضه البعض بأجزاء مختلفة، فالأنبوب هذا يبطن بعضلات رغيفة، والعضلات هذه تحفز عن طريق جهاز عصبي أو ألياف عصبية بتكون فيها، وهو بيكون في حالة هدوء طبعا في عدم وجود الطعام أو عدم وجود الأكل فيه، فيكون في حالة هدوء نسبي. لكن متى يتحفز هذا الأنبوب؟ يتحفز عند دخول الطعام، يعني عندما يبدأ الشخص يبدأ بأول وجبة أو يبدأ يأكل تبدأ هناك حركة القناة الهضمية اللي هي الحركة المعوية أو الحركة اللولبية للقناة الهضمية، عملية الانقباض والانبساط لأنبوب القناة الهضمية. طبعا بمعنى أنه وجود الطعام أو دخول الأكل إلى الأنبوب الهضمي هو بداية الحركة أو بداية الانقباض والانبساط والفعل اللي يحصل داخل القناة الهضمية. لذلك التركيز على الوجبات الغذائية أو على الأكل يعتبر هو الركيزة الأساسية في تنظيم حركة الجهاز الهضمي. الشخص اللي يعرف ينظم أكله ويعرف ياكل الوجبات حقه في مواعيدها الرسمية يعني يحسن من تعافي وتلائم الجهاز الهضمي. نعم. هو يرتبط ارتباط واسع مع طبيعة الأكل القناة الهضمية مع أوقاته طبعا في الأوقات المحددة أو نوعية الأكل. طبعا نوعية الأكل برضه تلعب دور كبير في تلائم وتحسين حركة الجهاز الهضمي وتلائمه مع الشخص نفسه. نعم دكتور، يعني سنطرق، شوف هناك سؤال طرحه ايضا احد المشاهدين يتعلق بكيفيه او كيف بالامكان تحسين عمل الجهاز الهضمي. هذا سؤال ايضا طرح من احد المواطنين، واعتقد انه له ارتباط الان بالحديث. نعم ايوه، هو كما ذكرت لك ان دخول الطعام هو يعتبر المحور الرئيسي في تنظيم حركه الجهاز الهضمي. المريض اللي ياخذ او يلتزم بالوجبات في وقتها المحدد هذا بيحس، لان هناك في ساعه بيولوجيه في الجهاز الهضمي هي مسؤوله على وقت استقبال الطعام والتماشي مع هذه الحركه اللي بتتم داخل القناه الهضميه. لكن بعض الاكل او طبيعه الاكل اللي ياكله الشخص، في بعض الاكل ممكن القناه الهضميه ما تتحمل، يعني وهذا يختلف من شخص الى اخر، في بعضهم ياكل اي شيء ما 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 يحصلش عندها اي مشاكل، لكن في مريض ممكن القناة الهضمية عندها تتحسس من أبسط الأكل أو من أبسط المأكولات، يعني يتأثر عن غيره من فبعض الأكل يكون ثقيل ويعمل عسر هضم، يعمل اضطرابات هضمية، فهذا المريض من نفسه يحاول يتجنب الأكل هذا ويتجنب طبيعة الأكل اللي تعمل له عسر هضم
أو تعمل له ممكن إمساك أو تعمل له إسهال أو تعمل له اضطرابات وظيفية. نوعية الأكل اللي هو زي الأكل اللي فيه فائدة أو بيسهل حركة القناة الهضمية مثل أكل الفواكه والسلطة والأكلات الخفيفة اللي تساعد في حركة الجهاز الهضمي، أيضا مثلا شرب كمية كبيرة من السوائل، هذه إيش لها دور كبير أنها تحسن عملية الامتصاص، تحسن عملية الهضم، عملية الحركة الهضمية تكون عملية انسيابية وطريقة هضم بتكون سهلة وسلسة على المريض. هذا طبعا عند شرب الماء كمية كبيرة، وكذلك يغيق أو يمنع الإمساك الشديد أو الإسهال، هي حركة منظمة تعتبر، وهذه كلها تساهم في حركة الجهاز الهضمي. فإذا انتظم الجهاز الهضمي يعني ممكن المريض يستطيع أنه أو يساعد المريض أنه يتجنب دخوله المستشفيات وزيارة الطبيب واستخدامه علاجات قد تعمل له اضطرابات. هذا دكتور ياسر اليهري استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، هل هناك يعني طعام مخصص، يعني دعنا نقول طعام للصباح الباكر مثلا وطعام آخر عند الظهيرة وطعام يوازيها أيضا في المساء؟ لأنه أنا أعتقد أنه أسمع الكثير من الصباح ما يتحدثون في المقاهي أحيانا ينصح أحدهما الآخر بأنه لا تصدم بطنك في الصباح بشرب كذا أو لا تصدمها هكذا من باب هذا الحديث. هو يعني زي ما ذكرت لك أن هناك في ساعة بيولوجية يتعود عليها الجهاز الهضمي، فأنت إذا متعود أنك تصبح يعني أو تكون في الصباح تأكل أكل خفيف، هذا يساعدك أنك تتعود على هذا الأكل، أو أنت متعود على هذا النمط من الأكل، فهو يحسن حركة الجهاز الهضمي لأنه متعود أصلا كذا. هذا أمر. الأمر الثاني أنك أنت مش معقول أن تأكل أكل دسم وأكل فيه نوع من السبايسي والشغلات هذه وتروح مثلا على النوم أو تروح على تكون صحيح في وضعية صحيح النوم. نعم. فهذا يعني يصعب عليك أو يصعب عملية الهضم ويعمل لك عسر هضم واضطرابات وظيفية. صحيح. ويعمل لك ممكن يدخلك في مشاكل يعني تعاني منها أو يعاني منها المريض. فالالتزام بالوجبات وبحسب طبيعتها، نعم هذا فعلا يساعد المريض أنه يتجنب أمراض كثيرة ويتجنب اضطرابات كثيرة قد تحصل له. طيب دكتور، يعني في بعض النساء يعني عندهم اعتقاد بأنه الطفل لما ينشأ في صغره بعدم تناوله لأكلات معينة يكبر وبالتالي جهازه الهضمي يتعود مع ذلك الأكل الذي كان يتناوله في الصغر، فهل هذا الموضوع له ارتباط من الناحية الطبية العلمية يعني؟ لا، هو بطبيعة الحال أنه بعد 6 شهور معروف أن الأطفال يبدأون أو ينصح أطباء الأطفال أنهم يدخلون الوجبات المعتادة للأهل وللأسرة، فيبدأ تبدأ القناة الهضمية للطفل أنها تتعود على هذا النوع من الأكل، بحيث أن القناة الهضمية تستقبل هذا النوع من الطعام ويحسن أو يعني يناسب القناة الهضمية وتبدأ عملية الهضم ويبدأ أنه يتعود على هذا النوع من المأكولات. لكن ممكن إذا الطفل مش متعود نهائيا على هذا النوع من المأكولات، بالذات إذا كانت من النوع من الأكلات اللي تعمل عسر هضم، تمام، ممكن فعلا الطفل ما يتحمل ويصاب بعسر هضم أو باضطرابات وظيفية يعني قد يعاني منها الأطفال. لكن في نهاية الأمر لابد أنه ممكن يتعود ولو بشكل يسير وبشكل مبسط في البداية. دكتور، ماذا عن ما يتعلق بالعادات السيئة مثلا أحيانا مضغلقات وغيرها من تلك العصارات التي تدخل، أحيانا في بعضهم يبتلع أيضا يعني أجزاء من القاتل اللي يعني يعمل على مضغه أثناء عملية التخزين، وبالتالي أنا سمعت في عند بعض المواطنين من يشكو بأنه عنده انسداد في الخملات المتعلقة بالأمعاء الدقيقة، فهل هذا صحيح من الناحية العلمية؟ هو بعض العادات السيئة وهي كثيرة بتكون هذه ممكن تعمل ضمور في الغشاء وفي النسيج الناعم أو الغشاء المخاطي اللي هي زي ما ذكرتها الخملات، هذه بتقلل عملية الامتصاص وبتقلل الاستفادة من الأشياء المفيدة للجسم. نعم، تمام. فبالتالي ممكن يبدأ المريض يصاب بنقص بعض المعادن أو بنقص بعض
الفيتامينات اللي اصلا الجسم محتاج لها. ف يعني ممكن الشخص يتعود او يتجنب مثل هذا اللي هي السبيشال هابت او العادات السيئه لكي يجنب نفسه المضاعفات. نعم. دكتور ياسر عبد الله اليهري استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى عدل الالماني الدولي، انا سعيد بهذه المعلومات يعني ذكرتها، ولكن تبقى لنا سؤال اخير ساله احد المواطنين يسال حول ربما في النقطه الاولى اللي تحدثنا فيها عن مساله امكانيه التئام او تعافي الغشاء المخاطي الذي يحيط بجدار المعده من الداخل بعد حدوث القرحه، يعني هل ممكن يعود كما كان؟ نعم. هذا الغشاء المخاطي او يسموه النسيج الناعم هو نسيج رغيق جدا، فيصاب بعض التقرحات او التمزقات في الغشاء هذا. هذه طبعا بتعود الى الاسباب التي حصلت، اذا كانت زي ما ذكرنا جرثومه المعده، او اذا كانت مثلا استخدام بعض العلاجات، او ناتج عن اسباب قلق وتوترات وانفعالات، او بعض العادات السيئه اللي يستخدمها المريض. هذا في البدايه نعم، ان المريض يحاول يتجنب الاسباب التي وصلته الى هذه المشكله. فاذا استطاع المريض انه يعرف السبب ويتجنب هذه الاسباب، طبعا هذا ساهم بتقدر تقول ب 80 الى 90% من عمليه الشفاء. نعم. بعدها ممكن المريض يخضع الى نوع من انواع العلاجات الجيده، وممكن يستمر عليه اسبوع الى اسبوعين الى 3 اسابيع، وتبدا عمليه التشافي والامور تمشي بشكل جيد بدون اي مضاعفات. طبعا ممكن يعني في اذا لم يحس المريض بالتشافي ممكن يرجع او يعمل بعض المناظير او شغلات او بعض الفحوصات التي ممكن تساعده في استوضاح المشكله. هذا اذا ما حس بالتحسن، ولا الامور هي تمشي بعلاجات كويسه. واهم حاجه ان المريض يعرف ايش الاسباب او ايش المؤثر الذي يصيب مشكله. هل هناك المشكله علاجات معينه يتم اعطاؤها في مثل هذه الحالات؟ طبعا اكيد، يعني بالنسبه لعلاج الجرثومه وشغلات هذه معروفه عند كثير من الاطباء، اللي هي سواء القرعه الثلاثيه او القرعه الرباعيه او ما شابه، وايضا اللي هو العلاج المعتاد عليه، لكن طبعا ينصح بوصفه طبيه وبارشادات طبيه واضحه يعني. طيب القرحه التي تنتج عن ابتلاع مثلا عدد من الاطفال لبطاريات الساعات مثلا، او بطاريات هذه الالعاب الليزر وغيرها، احيانا تسبب قرحه نتيجه لافرازات هذه البطاريات يعني. ايوه، هذا هو يعني ناتج عن المشكله اللي حصلت عند المريض. يعني مش شرط بطاريات وبس، يعني ممكن الطفل يبتلع اي حاجه، او مش شرط الطفل، ممكن حتى المريض العادي، يعني الشخص الكبير ممكن يشرب لا سمح الله بالغلط، ممكن يشرب حاجة أسيت أو يشرب شغلات هذه، هذه تدخل ضمن هذا السياق. فهذا إيش اللي يحصل؟ تحصل هناك تضيق يعني ناتج عن الإفرازات اللي تحصل من البطارية، أو أن هذه المادة اللي يشربها يعمل تسلخات وتمزق في الغشاء المخاطي بشكل حاد، فيبدأ أو يرجع للنمو، أو يكون ينمو لكن ينمو بطريقة متضيقة، ويعمل تصلب في المنطقة هذه. في المنطقة هذه. أيوة، وممكن يعمل انسداد بشكل جزئي أو حتى بشكل كامل. طبعا شفنا حالات كثيرة بالذات في حال شرب الموارد زي كذا الأسيت والشغلات هذه، يعمل انسداد كامل ويحتاج إلى تدخل جراحي وشغلات من هذه. لكنها ممكن بالذات إذا كانت بشكل أقل يعني ممكن تتفادى، بالذات إذا لحقنا المريض في بدايتها. طبعا هذه بتعود الى الجانب الجراحي اكثر مما تعود الى الجانب المناظير والشغلات هذه. نعم. حقيقه بما يتعلق بالجهاز الهضمي موضوع شيق، يعني يهم كثير من المواطنين، لانه انت تعرف احيانا مساله الالتزام بنظام نظام غذائي متكامل مساله التقيد بها صعبه، احيانا تكون ربما في ظل وضع يعني ربما يحتم عليك ان تاكل ما اتيح لك يعني. والله شوف اقول لك، يعني هو يختلف من شخص الى اخر بالنسبه للغناء الهضمي. يعني زي ما ذكرت لك اول، في بعض المرضى ياكل اي حاجه وما يحصلش عندها اي اشكال، لكن بعضهم عند الغناء الهضمية او الجهاز الهضمي حساس جدا، فهذا يجب عليه ان يلتزم التزام كامل بطبيعه الاكل، باوقاته، بمواعيده، بنوعيه الاكل، ويحاول يجنب نفسه اي اضطرابات. الغناء الهضمي عباره عن انبوب عضلي،
هي تتعود وحسب ما يعودها الشخص، لكن بعض الأشياء ممكن القناة الهضمية لا تتحمل نوعية الغذاء هذا. نعم. الدكتور ياسر عبد الله علي اليهري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى عدن الألماني الدولي، أنا سعيد بلقائك. مرحبا. وأنت مصدر فخر واعتزاز. أهلا العلم. وهذه الحلقة حلقة جميلة. أهلا وسهلا فيكم. سعد كثيرا بالأسئلة حتى اللي طرحوها المواطنين والحديث في مواضيع مهمة جدا. وسعدنا في لقائكم ونحن في خدمتكم في. شكرا جزيلا لك. شكرا. أشكرك من القلب. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة أخرى أيضا مع برنامج طبيبك معنا، نلقاكم بخير.